بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده إن شاء الله في أخبار مفرحة لكل المصري، تابعوا معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا تفاصيل الخبر، متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة. وزير التعليم العالي جت تصريحاته الأخيرة كلها مبشرة، تعال نشوف كده تصريحاته قال إيه فيها. أول حاجة قال إن مصر من ضمن أكتر 10 دول قدمت أبحاث بخصوص مصل فيروس كورونا. قدمت مصر بالظبط 27 بحث في المركز الأول في مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ده علشان تلاقي حل للأزمة الحالية. مصر في المركز الأول من حيث الأبحاث وتفوقت على إيران وإسرائيل وتركيا والنرويج. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ثقته في العلماء المصريين من بداية الأزمة، وده دفعهم للنجاح إنهم قدموا 27 بحث. تعال نشوف برضو النجاح الأكبر هنا، إن مصر حققت نجاح في العلاج الفيروس عن طريق استخدام البلازما، والدراسات المصرية اللي بتحصل دلوقتي اللي بتدور فيها على مصل للفيروس بتستخدم فيها نفس العقارات والأدوية الموجودة في العالم، والدراسات المصرية في البحث عن مصل كورونا بتحدد الأفضل والأسرع والأكثر فعالية. طب إمتى يعني هيحصل ده إن شاء الله وهيكون في مصل متاح لكل المصريين؟ إن شاء الله كل ده هيكون في أقرب وقت. المهم إن هي بتبحث دلوقتي عن الأدوية الأكثر فعالية، وقريبا خلي بالكوا ده تصريح وزير التعليم العالي، قال قريب إن شاء الله هنعلن نتائج الأبحاث للوصول لمصل. المركز القومي للبحوث شغال بكل طاقته من أجل المساعدة في التوصل لمصل، والبلازما تم استخدامها في العديد من الحالات وحققت نتائج إيجابية. إن شاء الله يبقى الموضوع قرب، يعني قرب نهاية الأزمة اللي احنا فيها يا جماعة. إن شاء الله قربت قربت جدا، يعني احنا ننتهز فرصة ان احنا في رمضان، وطبعا نزيد من الدعاء لربنا سبحانه وتعالى ان هو ينهي يساعدنا في الخروج من الأزمة ديت ويقضي على الفيروس الحالي. وإن شاء الله زي ما قال وزير التعليم العالي العلاج إن شاء الله والمصل هيكون في أقرب فترة ممكن. حفظ الله شعب مصر العظيم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم.